محترم المسافه سيد الحكم. رياض محرز يستعد لتنفيذ هذه المخالفه. حط يا رب 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 يا رب. الحمد لله 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 الحمد لله. ألف مبروك، ألف مليون مبروك، ألف مليون تريليون تريليون ديزليون تريليون مبروك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله سجل المولى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شكرا بالماضي، شكرا رياض محرز، شكرا كل لعيبه المنتخب الجزائري اللي فرحت 400 مليون عربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الفرحة حلوة يا جماعة، بصوا الفرحة الفرحة حلوة الفرحة حلوة. الحمد لله. أنا الماتش بتاع الجزائر ونيجيريا قسما بالله بوظ أعصابي زي ما انتوا شايفين. أنا بسجل بعد الماتش دلوقتي ومش لاقي كلام أقوله. أنا كان خلاص ركبي في آخر الماتش كانت بتخبط على الجيران، مش قادر يعني. قول يا ربي يعني تونس والجزائر هيطلعوا كفاية تونس. طب يعني نسيب فريق عربي، نسيب الفريق الأفضل. مش يعني سيبك يا عم العروبة وسيبك، ما هو الأفضل يعني. هو بص على الماتش من أوله لآخره يعني 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 بغداد نجاح مضيع لوحده 3 فرص. والله العظيم أنا مش قادر أتكلم. مضيع 3 فرص في الشوط الأولاني كان 3 اجوان، والشوط الثاني يعني الجزائر عملوا كل حاجه وعملوا اللي عليهم، وفي الاخر ضربه جزاء شوطه. انا مش شايف والله التعمد حتى، لان الولد لما وطى بتاع نيجيريا وهاجم نيجيريا هي جت في ايده جزء من الثانيه. اي نعم ايده تمدد بس ما اعرفش. انا كانت اعصابي شاطت واقول يا رب ما تضيعش يا رب تعبهم، ما تضيعش تعب الفريق ده، لان هو فعلا تعبه. ولان والله العظيم 3. وانا بقول لكم لما اتكلمت على العروبه ناس انتقدتني وقالت لي عروبه ايه وانت لخصت العروبه. يا عم سيبكم العروبه، هو فريق الجزائر. طب قولوا لي مين احسن منه؟ مين بيلعب بروح احسن منه؟ مين بيلعب ب ب ب برجوله وتكتيك انا مش قادر، انا مش قادر اتكلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان الجزائر في النهائي، وباذن الله باذن الله باذن الله هتاخد البطوله بإذن الله. يوم 19 هيكون يوم السعد، والبطولة هتحط بإذن الله في الجزائر اللي غايب عنهم من 29 سنة. وبإذن الله كلنا ملايين الملايين وراهم هيشجعوهم، من مصر ليبيا تونس مغرب جزائر فلسطين أردن السعودية كل الدول العربية قاطبة بإذن الله هتقف وراهم. والحمد لله يا رب، الحمد لله ان بقى عندنا فريق عربي الحمد لله في النهائي. عندنا فريق اسمه الجزائر باذن الله هو اللي هيشرف الكره العربيه، وهو هيكون فخر الكره الافريقيه. وباذن الله هن يعني الفرحه باذن الله هتكمل. وهارد لك للمنتخب التونسي. انا ما اتفرجتش على الماتش بتاع تونس للاسف، كنت انا في مشوار بره للاسف، بس عرفت ان ما كانش موفق. بس يلا هي دي الكورة. بس يعني الحمد لله ان فريق الجزائر، انا كان اتمنى والله ان النهائي يبقى بين الجزائر وتونس الفريقين الشقيقين، بس الحمد لله. يلا بقى يعني الجزائر الحمد لله بقى صعدت، يلا الحمد لله احسن من ما فيش. احسن يبقى عندنا فريق زي الجزائر اللي من اول البطولة لاخرها عامل اداء توب ليفل، ما فيش اي كلمة تتقال عليه. انا مش عايز اطول عليكم لان انا متلخبط وعمال اعيد الكلام ومش قادر اتكلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان ما خيبش تعبهم. وباذن الله باذن الله باذن الله باذن الله محاربو الصحراء سيحصدون الكاس، سيحصدون كاس افريقيا 2019، وباذن الله هيروحوا بيه الجزائر بلدهم الحبيب. يلا تصبحوا على الف خير. الحمد لله رب، تصبحوا على الف خير.